قريت الميساج وسجلتها كنت في استوديو وصيفطات لي ميساج قالت لي شنو كدير قلت لها راني في استوديو قالت لي علاش ما علاش ما ديرش اغنيه بسميتي سميت حياه وانا قبل ما تقول ما تصيفط لها الميساج كنت داير كثروا عليا البنات ومنين قالت لي خصك دير اغنيه بسميتي زدت جيبوا لي حياه كثروا عليا البنات جيبوا لي حياه هذيك هي هذه هي القصه ومن بعد مع لقات نجاح كبير زدت غنيت على حياه زدت غنيت على حياه باهي وبعد اذنك معناتها والحكايه مع حياه متواصله ولا وفات لا صافي فاتت 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 صافي وعلى ما سوبريمي يعني بنادم دابا انايا كنت باغي نخطبها وهي كانت خايفه هي كانت صغيره بزاف كانت خايفه وصافي ما كتبش هذيك هي هذه هي القصه معناتها مالغري لو سوكسي نتاعك وكذا فوالا نو ما كنتش قاعد داير السوكسي ما كنتش قاعد داير السوكسي كنت باغي نخطبها وكل شيء وهي بحال لي على فوالا على فخينه ام تي بو ما خافت.